السلام عليكم، معاكم محمود فوده. كل يوم على اليوتيوب بنتفرج على فيديوز لصناع محتوى كتير جدا، ولكن في فيديوهات معينه بتكون متصوره بشكل احترافي وبتكون مستمتع وانت بتتفرج عليها. والعامل المشترك بين كل صناع المحتوى اللي انت بتحس ان الفيديو بتاعهم حلو من ناحيه التصوير، فهو بيتلخص في 3 نقط: تكوين واضاءه وتناسق الوان. اكيد طبعا الكاميرا ليها عامل كبير، ولكن يظل التكوين والاضاءه ليهم التاثير الاقوى. فالنهارده ان شاء الله هشرح ليك معادله تصوير فيديو احترافي للمحتوى بتاعك بالامكانيات المتوفره حواليك، وازاي توزع الاضاءه، وازاي تختار المكان اللي انت تصور فيه. فيلا بينا. الفيديو ده هيكون موجه للناس صناع المحتوى او الناس اللي لسه حابه تبدا تعمل محتوى جديد، وخلينا نتفق ان دول النقط اللي انا هتكلم عليهم لو انت حابب تنقل ما بينهم اي وقت، ولكن انصحك ان انت تتفرج على الفيديو كامل بالترتيب بحيث ان انت يوصلك المعلومه كامله. فقبل ما نبدا تقدر تدوس لايك على الفيديو كنوع من انواع الدعم عشان اليوتيوب يقدر ان هو يرشح الفيديو لناس جديده، ولو انت جديد هنا تقدر تشترك في القناه. اول خطوه لازم تبدا بيها وهي انك تختار المكان اللي انت هتصور فيه. التكوين سر الفيديو الحلو اللي بيعجبك عمره ما كان في الاستوديو او في الاوضه اللي صانع المحتوى بيصور فيه، ولكن الفكره كلها في مكانه في الفريم وترتيب العناصر اللي حواليه شكلها ازاي في الفيديو، ودي بتكون خطوه مهمه جدا قبل عمليه توزيع الاضاءه، وما تقلش اهميه عن توزيع الاضاءه. طيب اماكن تقدر تصور فيها؟ اول حاجه حيطه ساده خالص، لون ساده زي اللون اللي بصور فيه، وانصحك باللون الجراي. اللون الجراي حلو جدا. تاني حاجه في زاويه من الاوضه زي الفيديو ده كده مثلا. والحاجه الثالثه تقدر ان انت تصور على جرين سكرين، خلفيه خضراء، ولكن خلي بالك قبل ما تصور على جرين سكرين اختار الخلفيه الاول اللي انت هتركبها بعد كده في المونتاج، وبعد كده وزع الاضاءه زي الاضاءه اللي موجوده في الخلفيه بحيث ان الموضوع يطلع رياليستيك اكتر. وانت بتختار الفريم بتاعك حاول ان انت تختاره من الكاميرا نفسها، يعني افتح الكاميرا وافتح الشاشه بتاعتها وابدا ان انت لف في الاستوديو او في الاوضه بتاعتك واختار المكان بناء على الزاويه بتاعت الكاميرا مش بناء على عينك بس، لان في بعض الناس ما بيشوفوش الزاويه كويس بعينيهم. دور على المكان بعين الكاميرا هتطلع لك تكوين كويس. وموضوع التكوين ده موضوع بسيط جدا ولكن بيفرق قوي في الفيديو بتاعك، يعني بتشوف فيديو بيبقى عاجبك جدا والفكره كلها ان هو متكون صح ومتوزع عليه اضاءه كويس. الفكره كلها ان انت بتتعامل مع كتله معينه في مكان، فبتبدا ان انت توزن حاجه زيها في نفس حجم الكتله دي الناحيه الثانيه في الفريم. وهديك مثال، لو جينا لفيديوهات صناع المحتوى اللي اتكلمنا عليهم من شويه، مثلا عبد الرحمن ويحيى ومحمد احسان، وشلنا بعض العناصر من اللي موجوده في الخلفيه، هتحس كده ان الفيديو ناقصه حاجه، في كتله موجوده في مكان معين والناحيه الثانيه مفيش حاجه بتوزنها، هتحس ان الكادر كده ناقص حاجه فيه. وللسبب ده صانع المحتوى بيكون واخد ده في الحسبان ومستخدم العناصر دي بحيث ان هو يطلع بتكوين كويس ترتاح للعين وهو بيتفرج على الفيديو، عنصر قصاد عنصر وكتله معينه قصاد كتله بحيث ان الفريم يكون كويس، هو قاعد في النص والدنيا تكون مترتبه حواليه. وبناء على كده صناع محتوى ومصورين كتير جدا بيستخدموا نفس الطريقه دي بحيث ان هم يطلعوا بتكوين كويس ترتاح للعين عن طريق ترتيب العناصر جوه الفريم بتاعهم. وخلي بالك احنا كل ده لسه قبل توزيع الاضاءه. خلينا نتفق ان انا مش هتكلم عن معدات اضاءه او اقول لك اسم سوفت بوكس معين او هيد فيديو او الكلام ده خالص، ولكن حابب انك تفهم الطريقه اللي من خلالها تقدر توزع اضاءه في اي مكان انت موجود فيه بغض النظر عن المكونات الموجوده حواليك، وبعد كده انت بنفسك اللي هتحدد المعدات اللي انت هتحتاجها. الحاجه المشتركه بالنسبه لاضاءه اغلب صناع المحتوى تقدر تلخصهم في 3 نقط، هما المفروض 4 ولكن انا خليتهم 3 وهقول لك ليه قدام. مصدر اضاءه اساسي او الكي لايت، مصدر اضاءه خلفي او باك لايت او بيسموه ساعات ريم لايت، وثالث حاجه اضاءه العناصر اللي موجوده في الخلفيه بتاعتك او بيسموها البراكتيكال لايتس. ورابع حاجه اللي انا ما حبيتش اقولها وهو الفيل لايت، ولكن ما حبيتش ان انا اسميه كمصدر اضاءه لان في بعض الناس بيسوء استخدام الفيل لايت وبيخلوا درجه او شده الاضاءه بتاعته بنفس درجه الكي لايت، فبينتج عنه ان الشادو من الناحيه الثانيه من الوش بتروح تماما والكادر بتاعك كله بينور. فدايما بنصحك ان انت تستبدل الفيل لايت بروح فيلين او عاكس مثلا ريفلكتور يعكس الاضاءه بس، مجرد ان هو يعكس الاضاءه لو انت ما بتعرفش تتحكم في قوه الاضاءه، او لو هتحط مصدر اضاءه كفيل لايت حاول ان انت تخلي مصدر الاضاءه بتاعه قليل شويه ما يكونش بنفس قوه الكي لايت. في النقطه دي ممكن اكون صح او ممكن اكون غلط، ولكن انا عيني شخصيا بترتاح للحته دي، ما بحبش ان انا اشوف الفريم كله منور. دول مصادر الاضاءه اللي اغلب صناع المحتوى بيستخدموهم في انتاج الفيديوهات بتاعتهم. استخدمهم ازاي في المكان او في الاستوديو او في الحيطه اللي انا بصور عليها؟ اول خطوه هتعملها هتقفل الاضاءه في المكان اللي انت بتصور فيه تماما، وبعدين تشغل الكي لايت بتاعك مصدر الاضاءه الاساسي عليك على يمينك او على شمالك بزاويه 45 درجه من فوق، ما ينفعش ان هو يكون من تحت او بنفس مستوى وشك، لازم يكون من زاويه اعلى من وشك بحيث ان هو يرسم على وشك المثلث اللي انت شايفه على الجنب الثاني من مناخيرك ويسيب شويه شادو على وشك. بعد كده هو مشغل الباك لايت بتاعي او الاضاءه الخلفيه او زي ما بيسموه الريم لايت، وهو اللي بيبدا يرسم عليا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيحاول ان هو يفصلني شويه عن الخلفيه وبيدي شكل كويس في الفيديو. ثالث اضافه بستخدمها حاجه اسمها الهير لايت، وهي الاضاءه اللي انتوا شايفينها دلوقتي عليا باللون الورم ده على شعري من فوق، بتكون اضاءه متوجهه من فوق على شعرك وبيسموها الهير لايت.
نروح النقطة اللي بعد كده وهي تناسق الألوان. الفيديو بتاعك زي الصورة بالظبط، لازم يكون عبارة عن باليتة ألوان كأنها لوحة مرسومة، لازم تخلي ألوانك كلها متناسقة مع بعض. أبسط طريقة أنا بستخدمها عشان أختار تناسق ألوان كويس أو ألوان تمشي مع بعض، وهي إن أنا أخش على جوجل. مثلا لو أنا هبحث عن اللون الجراي، بخش على جوجل أكتب جراي كولر باليت، وبيطلع لي كل الألوان اللي تنفع تمشي مع اللون الجراي بالدرجات بتاعتها على حسب ما أنا عايز. ببدأ إن أنا أختار الألوان على الأساس ده وهيديني نتيجة كويسة. وفي طريقة تانية طبعا، موقع أدوبي بيقدم الخدمة دي مجانا بطريقة أكتر احترافية، بحيث إن أنت تختار اللون بالظبط اللي أنت عايزه هيطلع لك الألوان اللي تمشي مع اللون ده. وحابب أختم بسؤال مهم جدا، هل المعدات والإضاءة مهمة لتقديم المحتوى؟ أكون كداب لو قلت لك المعدات مش مهمة، ولكن عمرها ما كانت عائق إن أنت تقدم المحتوى بتاعك. فامشي بمبدأ إن أنت في حاجات أولى من حاجات، حاول تستثمر في كاميرا كويسة وتوفر لها توزيع إضاءة مناسب. مش شرط تجيب أقوى هيد في العالم، ممكن تجيب هيد بسيط، أو ممكن تشتغل بلمبة معينة أو بهيدات بسيطة وبأسعارها مناسبة إلى حد ما، وهتطلع بجودة كويسة. وفي مثل من اخواتنا الفلسطينيين انا متاثر بيه جدا، وبيقول بنجود بالموجود، بمعنى ان انت بتستغل المتاح معاك وبتحاول ان انت تطلع منه بحاجه كويسه او تساعد بيه غيرك. فاحنا الفيديو ده كله بنحاول ان احنا نجود بالموجود. حاولت ان انا اوضح لك بس طريقه الاضاءه والتكوين بتكون ماشيه ازاي. لو في اي حاجه مش واضحه تقدر تكتبها لي في التعليقات تحت او تبعتها لي على الانستجرام بتاعي، ولو في اي حاجه مش واضحه او حاجه معينه انت حابب تصلحها لي تقدر تكتبها لي في التعليقات تحت، هكون حابب ده جدا. وحاجه اخيره حابب ان انت تساعدني فيها، فيلم صياد الوثائقي اللي كنت صورته بفترة داخل مسابقة، والحمد لله يعني عدى مرحلة كبيرة، كان بينافس من ضمن 200 فيلم، فالحمد لله عدى من ضمن 200 فيلم ووصل لأول 10 أفلام. والمرحلة بعد كده بتكون تصويت الجمهور، وبعد كده لجنة التحكيم. تصويت الجمهور بيمثل 25%، وإن شاء الله يعني لجنة التحكيم تنصفنا وتدينا بوينتات كويسة. فكل اللي عليك لو أنت حابب تدعمني تخش على رابط الفيديو هسيبهولك في الوصف تحت بتاع الفيديو، وتدوس لايك على الفيلم وتعمل كومنت، وكده أنت خلاص عملت تصويت. بس كده يا سيدي، كان معاك محمود فودة، ربنا يوفقك في المحتوى بتاعك. سلام.